تصنيف جديد. جواز السفر المغربي يتيح لحامله السفر إلى 65 دولة بدون تأشيرة. كشف التقرير الأخير للمكتب البريطاني هينلي بارتنرز عن التصنيف الجديد لجواز السفر المغربي عالميا والبلدان التي تمكن لحامله السفر إليها دون تأشيرة. وفق ما جاء في التقرير، فإن جواز السفر المغربي أصبح يحتل الرتبة 80 عالميا، ويخول لحامله زيارة 65 دولة حول العالم دون تأشيرة، حيث أضيفت إلى رصيده نقطتان مقارنة بالسنة الفارطة 2022. واحتلت اليابان المرتبة الأولى عالميا، في حين تصدر الجواز التونسي مجموعة الدول المغاربية محتلا الرتبة 76 عالميا، يليها المغرب ثم موريتانيا المصنفة 86 عالميا، ثم الجزائر التي احتلت المرتبة الأخيرة مغاربيا والرتبة 90 عالميا.